تواصل المعارك العنيفة في جبهات البيضاء ومارب والجوف لليوم السابع على التوالي. مصرع نائب ما يسمى قائد محور المحجزة القيادي محمد أمير الحوثي في جبهة صرواح بمارب. علي محسن يوجه الجيش بعدم التحرك وترك قبائل مارب بمفردها في مواجهة الحوثي. الحوثيون يغرون أطفال البيضاء لقتال الكفار الذين تسببوا في تهجير الرسول عليه السلام. وفاة 13 شخصا وإصابة 2 آخرين في حادث صدام مروع في تعز. تفاؤل بشأن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في موعدها المحدد.